إذا فينا نوسع البكار شوي، لأنه مثل ما عم توصف أنت اللي صار هو أمر خطير جدا، وأمر حتى هذه اللحظة لم تحسم تداعياته، وممكن يكون نحن أمام يعني شيء ممكن متدحرج. طيب بس هذا مرتبط بالتصرف الإسرائيلي. صار في تقارب إيراني سعودي، وصار في مش ترحيب إنما يعني خلينا نقول موافقة حذرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على هذا. اليوم سمعت تقرير إنه مدير المخابرات الأمريكي وجه أما تأنيب أو وجه إشكال للسعودية، بس ما تأكدت منه بأحد المواقع، بس ما تأكدت منه أن الأمريكان ما بعتقد. لا بقصد أنه كانوا في أجواء هذا التقارب، وهني كانوا على يعني معرفة فيه، ويعني تصريح مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأمريكية باربرا ريف اعتبرت أنه أي تقارب فيه يخفف من الاحتقان في المنطقة. بس طبعا هذا لا يعني أبدا أنه في حال استمرت يعني هذه النهضة الصينية في المنطقة يمكن أن يؤخذ. ما بعتقد الأمريكان مبسوطين، يعني رغم أنه إخواننا بحزب التحرير ما إذا بتعرفهم أحد الأحزاب الإسلامية دائما عنده مشكلة أنه كل شيء بيصير بالعالم مربوط تاريخيا بين الأمريكان والإنجليز، وهلأ أنه هولي جماعة الأمريكان، يعني إيران جماعة الأمريكان والسعودية جماعة الأمريكان، فالأمريكان ضبطوا الأمور بس حتى ما يكونوا بالواجهة كلفوا الصينيين. في شيء جديد بالعالم عم بيصير، يعني نحن من بعد حرب الأوكرانيا ولليوم يعني في تطور بالمشهد الدولي جديد، وهذا يمكن أهم من يتابعه وتأثيره على قضيتنا أستاذ منير شفيق المفكر الكبير. في مشهد جديد بالعالم عم بيصير، في قوى صاعدة بالعالم عم ترجع هذيك، وفي وضع متفلت بالمنطقة. الأمريكان مع كل قوتهم مش ماسكين كل التفاصيل، حتى الداخل الإسرائيلي لأول مرة رغم العلاقة الاستراتيجية اللي بتربط الأمريكان بالإسرائيليين، واللي إنه بالأخير الإسرائيليين ما بيتصرفوا كتير يعني من دون التنسيق مع الأمريكان، بس في لحظة ما في قوة داخل إسرائيل جديدة عم بتخرب المشهد حتى على الأمريكان. هاي قوة خارج السيطرة الأمريكية، لأن هولي أنا قلنا أحد الباحثين بأحد معاهد الدراسات الأمريكية هولي مجانين، ممكن حتى ياخذوا المنطقة على وضع يمكن حتى الأمريكان ما يقدروا يعني يمسكوا الوضع، يلجموا وضعه. بالمقابل في قوة تانية ناهضة، يعني السعودية بالأخير دولة ناهضة، بتحبه لمحمد بن سلمان والله ما بتحبه، بالأخير في شخصية جديدة بالمملكة السعودية جربت خيار على مدار 6 سنين، شافت أنه هذا الخيار عم بيؤدي إلى نتائج غير لا تخدم السعودية، أخذت قرار ثوري أنا سميته، قلت لهم لبعض الأصدقاء من يومين في شخصية ثورية عم تتصرف، فكرت بخيار معين ما وصل، أخذت على خيار تاني. هذا الخيار منه سهل لأنه صرنا قديش عم يضخه إعلام وثقافة أنه هي إيران هي العدو التاريخي، وما بيننا وبين الفرس جبال من النار بيستشهدوا بأحد الأحاديث، ما بعرف إذا مضبوط أو لا. في ضغط بلحظة ما، طبعا هو مسار صاره 2 سنين، بس أجي قرار أنه لا بدنا نعمل اتفاق مع الإيرانيين وبرعاية صينية. منه بسيط هذا الموضوع، وهذا لن يتم القبول به وهضمه، خصوصا إذا استكمل بخطوات أخرى إلى علاقة بتركيا وبمصر وبالدول العربية. نحن مشهد جديد، وأنا برأيي هذه هي اللحظة المناسبة لعودة الصراع إلى طبيعته. طب بس القرار اللي اتخذ من قبل المملكة العربية السعودية بعيدا عن يعني مش هقول شجاعته إنما يعني غرابته، نظرا إلى دائما اعتبار المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تأخذ قرارات قد تضر بالمصالح الأمريكية، بس كان في نافذة تم استغلاله، واعتبرت المملكة العربية السعودية إنه هناك مصلحة سعودية مباشرة تقضي بهذا التقارب، ولا يمكن أن يكون ذلك على تعارض مع أجندة الولايات المتحدة الأمريكية أو على تعارض مع مصالحها. في نافذة انفتحت نتيجة الظروف اللي تشكلت في هذه الفترة. كنت عم تحكي قبل شوي على إنه هناك حتى قلق أردني مما يجري في فلسطين، طبعاً وما طبعاً يعني يتم إشارته على إمكانية تهجير فلسطينيين إلى لبنان والأردن. الظرف اللي سمح للمملكة العربية السعودية بأخذ هذا القرار الابتعاد أو على قليل إعادة تموضع ضمن هذه الخريطة الإقليمية قد يسمح أو قد يتيح إلى دول لطالما اعتبرت أنه هي في فلك الولايات المتحدة الأمريكية، عم بحكي أنا بالمصالح الكبرى، أن تأخذ خطوات غير متوقعة. عم بحكي عن الأردن، عم بحكي عن مصر، علاقتها بغزة. حدث أنت اقتصادي بإضافة أنا مش اقتصادي، أنا بهتم بشوية بهتم بالشأن الاقتصادي. طب من يومين ثلاثة طلع قرار من دول أوبك بخفض تماما خفض 160 مليون برميل يوميا. ما سمعنا من كم شهر طلع قرار
كان في اتفاق بين الروس والسعوديين على الخفض او عدم الزياده عندما طلب الامريكيين زياده، كانوا خصوصا بعد الحرب باوكرانيا رفضوا السعوديين وقت قديش الامريكان اعترضوا. طيب من كم يوم خفضوا الانتاج من اجل الحفاظ على اسعار السوق، سمعت رد فعل امريكي يعني هيك قاسي او شيء، مرقت القصه صارت طبيعيه، يعني صرت فيك تعمل شيء بالمنطقه يمكن مش بالضروره مطابق للسياسه الامريكيه وبيمشي، يعني ما عاد كل شيء مربوط، لانه نفس الاداره الامريكيه اليوم هي كمان اداره اول شيء مهمومه بصراعاتها سواء مع روسيا او مع الصين، اضافه انه هي اداره كمان مش هالاداره الحازمه اللي كنا يمكن عشناها بسنوات ما في